أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. تعرفنا على المتأهلين للدور ما قبل النهائي، ونتعرف الآن على تصنيف المجموعات لهذا الدور. كما نلفت انتباهكم مشاهدي الكرام أن هناك متسابقين تم إلحاقهم بالبرنامج بناء على طلب المشاهدين، وهم غزالي كيمي، إيفا بوي، محمد والمبارك. المشاركون في الحلقة الأولى من الدور ما قبل النهائي في برنامج موري ستار هم رقم 18 أبتي من تنغذي، رقم 25 تفاسي، رقم 26 حمادة والسيدي. وسيكون معنا في الحلقة الثانية في مجال الغناء كل من رقم 2 فؤادي والهمد فال، رقم 6 سيد إبراهيم والمحمد إسحاق، رقم 20 إيفا بوي. أما في مجال العزف معنا كل من رقم 1 ميدة والدندني، رقم 21 محمد والمبابة. وسيكون معنا في الحلقة الثالثة كل من رقم 5 الشيخ مال، رقم 13 غزالي كيمي، رقم 32 محمد والمبارك. وأما في الحلقة الرابعة والأخيرة فسيكون معنا في مجال الغناء كل من رقم 22 سكتومة الشيخ واللابة، رقم 35 محمد مبي، رقم 38 الشيخ والدندني. وفي مجال العزف كل من رقم 7 مرادي والأحمد زيدان، ورقم 31 محمد والباشا. وحظا سعيدا للجميع. إذا كما تابعنا في كل حلقة 3 في مجال الغناء و2 في مجال العزف، يتأهل من كل هؤلاء المرحلة النهائية 2 في مجال الغناء و1 في مجال العزف. وبخصوص النتيجة النهائية التي تؤهل المتسابق إلى مرحلة ما قبل النهائية فهي موزعة على النحو التالي حسب الدور الثاني. نتيجة لجنة التحكيم تمثل نسبة 40%، التصويت عبر الاس ام اس يمثل نسبة 40% ايضا، فيما يمثل تصويت جمهور الحلقة نسبة 20%. اذا مشاهدي الكرام كان هذا اخر شيء في هذه الحلقة الخاصة، موعدنا الاسبوع المقبل في نفس المواعيد مع الحلقة الاولى من الدور ما قبل النهائي من برنامج موري ستار. في امان الله، والسلام عليكم.